الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو في عالم أمريكي كبير جدا، ويا ليت إعلامنا بيظهر هذه الأمور عشان يبين عظمة الإسلام. هذا العالم أسلم ولم يقرأ حديثا واحدا أو آية واحدة. نعم. فبيسألوه في التلفزيون الأمريكي، أنا رحت أمريكا وقابلت الشيخ محمد حسن دكتورنا وحبيبنا كتير هناك في نيويورك وكده يعني. فبيقولون أنت لماذا أسلمت؟ قال لهم أسلمت حبا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قالوا طب أنت إيه سر حبك؟ يعني قريت حياته؟ قال لهم لا، دلوني على رجل عظيم من العظماء، ملك من الملوك، أمير من الأمراء، شاعر من الشعراء، غني من أغنياء، قاعد يوصف يزوره 4 مليون في أيام معدودة. يا سلام، الله، كلام رائع. قالوا له إزاي؟ قال لهم 4 مليون حج يؤدوا فريضة الحج، وبعد ذلك يقول لهم أين أنتم ذاهبون؟ يقولوا لزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله. دفعوا أموالهم زي ما الشيخ اتكلم في القصيدة. نعم. وتركوا بلادهم وتجردوا من كل شيء، ومحدش ادهم يعني أي إغراءات. تمام. وبعد ما يخلصوا كل الجمال ده كله، الجمال الروحاني، يقولك عايزين نروح نزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدي آية باجتماع في عرفات من كل دول العالم، والأغنياء والفقراء والمرضى والأصحاء، الشباب، الألوان يا دكتور، الألوان حاجة عجيبة، الألوان عجيبة، اختلاف عجيبة. الألوان اختلاف الألسنة. أنا وأنا جاي في الطريق تذكرت الآية، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ما قالش بعيد، لا، عميق. عميق دي يبقى فيه طيارات هتظهر. القرآن بيشوف عميق، يعني من تحت لفوق. الآية الثانية لما سيدنا إبراهيم يقول فاجعل أفئدة من الناس، ما قالش فاجعل قلوب الناس، وما قالش فاجعل الناس، لا، ده الفؤاد ده غير القلب، هو جزء عفوا جزء خاص في القلب، خاص بالحب. الله. وأصبح فؤاد أمي موسى، هي بتحب ابنها سيدنا موسى جدا، تبالك فارغة، خلاص جزء الحب ده فاضي لولا أن ربطنا على إيه؟ على قلبي. فكل اللي أنت شايفه ده أستاذ محمد، نعم، مش جاي بمزاجه، ده جاي بحب شديد عميق. يعني آية، مؤتمر، لا يوجد في العالم مؤتمر بهذا العدد وبهذا الجمال وبهذا النظام وبهذا الحب. ولذلك من ضمن الآيات إن ربنا لم ينشر مرضا واحدا في هذا المجتمع. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.